رحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. سهيل نت: تنديد دولي بالهجمات المتكررة وتأكيد على السلوك الإجرامي المتأصل لدى الحوثي. الحكومة تستنكر منع ميليشيا الحوثي سفينة أممية من إنزال مساعدات غذائية لليمنيين. هيئة البرلمان: يجب محاصرة ميليشيا الحوثي بالعقوبات ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب. الصحوانت: مصرع وجرح 11 حوثياً بانفجار لغم داخل مقر تدريب جنوبي الحديدة. ميليشيا الحوثي تختطف شيخاً قبلياً موالياً لها في إب. الإرياني: أوامر الإعدام الحوثية امتداد لنهجها في استغلال القضاء لشرعنة جرائمها. المصدر أونلاين: وزير النفط يقول إن 5 شركات نفطية عالمية ستعاود نشاطها في اليمن خلال الأشهر المقبلة. أسرة الوزير الحوثي حسن زيد تتهم قيادة حوثية بتنفيذ عملية اغتياله وتشكو من تهديدات مستمرة لهم. اشتباكات بين العمالقة والمقاومة التهامية في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة. وزارة الخارجية تدين مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها على مأرب والسعودية. أمن المهرة يداهم معملا لتعبئة وتغليف المخدرات ويضبط عددا من المروجين. العاصمة أونلاين: شركة قابضة من شركات منهوبة. الميليشيات تعزز قبضتها على قطاع الاتصالات مستغلة صمت الشرعية. حملة إلكترونية واسعة تكشف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن. عدن: إضراب جزئي في البنوك الحكومية ومكاتب البريد. سبانت: كمين لأبطال الجيش الوطني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد. الحرف 28: الحديدة إصابة مدنيين 2 برصاص قناص حوثي. عدن: مواطنون يتحدثون عن ظهور أسواق سوداء للروتي. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الشرق الأوسط: النفط اليمنية تبحث إعادة تشغيل منشأة الغاز المسال في بالحاف. باعبود: نعمل على تقديم جميع التسهيلات للشركاء الدوليين. الحوثيون يهاجمون غوتيريش ردا على تجديد تصنيفهم منتهكين للطفولة. انقلابي اليمن: يفرضون سعرا موحدا لتزويج النساء وسط رفض مجتمعي. الرياض: مصر تدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المناطق المدنية في المملكة. مقتل 19 متمردا حوثيا بمأرب وصد هجوم للميليشيا في الجوف. عكاظ: خلال 4 سنوات 21,000 انتهاك حوثي للطفولة اليمنية. جبهة الحوثي تتفتت، ملاسنات واشتباكات في برلمان الانقلاب. السياسة: مطالبة يمنية ب 250 مليون دولار في المصارف. البيان: الإمارات: ميليشيا الحوثي تقوض أمن واستقرار المنطقة. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من صحيفة الرياض، والتي نشرت في مقال لها في كلمتها تحدثت عن جرائم ميليشيا الانقلاب الحوثية وإجرامها بحق الشعب اليمني واعتداءاتها على المناطق الآمنة في المملكة العربية السعودية واستهدافها بالصواريخ المسيرة والبالستية. ما زالت ميليشيا الحوثي تمارس عدوانها على أراضي المملكة بإطلاق الطائرات المفخخة مستهدفة السكان والأعيان المدنية، ما يصنف كجريمة حرب في القانون الدولي. وبالتأكيد أن إيران تقف خلف تلك الاعتداءات قولا وفعلا بتوجيهاتها وإمدادها للحوثي بالسلاح والخبراء من أجل استهداف أراضي المملكة. تلك الاعتداءات 17 يوم أمس فقط تزامنت مع انتخاب إبراهيم رئيسي، والذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وهذا يعني أن أدرع إيران في المنطقة ستستمر في غيها بوجود رئيس إيراني متشدد لا يجد قبولا في الداخل الإيراني، فكيف بنا خارجها؟
الحوثي الإيراني يريد إطالة أمد الحرب، ففي ذلك تنفيذ لإرادة النظام الإيراني الذي يعاني داخليا وخارجيا، ويعد نظاما مارقا على المنظومة الدولية. العدوان الحوثي على أراضي بلادنا الطاهرة لم يتوقف، والأرقام خير شاهد، حيث أطلق 372 صاروخا باليستيا و659 طائرة مفخخة و75 زورقا مفخخا، وأزرع 205 ألغام بحرية، وأطلق 96200 92 مقذوفا، ما يعطي دلالة واضحة على أن تلك الميليشيا ليس لديها برنامج سياسي تستطيع من خلاله الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فالدور الذي أنيط بها هو إحداث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ولا شيء غيره. فالحوثي لم يتوانى عن قتل أبناء الشعب اليمني بالوسائل كافة، هذا عدا عن الأساليب الوحشية التي يرتكبها بحقه في المناطق التي يسيطر عليها، والشواهد أكثر من أن تحصى. المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية تتعدى التنديد والاستنكار إلى الفعل، فكلما رأى الحوثي وإيران من خلفه التهاون في الملف اليمني والذي أصبح من أكبر ملفات الأزمات الإنسانية في العالم، زاد في غيه وتمادى، ما يستوجب تحركا فاعلا يوقف نزيف الدم في اليمن برعاية إيرانية لا تخفى على أحد. إلى مأرب بيرس، حيث نشر الموقع للكاتب عبد الخالق عطشان مقالا تحت عنوان اليهود والهاشميون السلاليون في اليمن. لقد تعايش اليهود مع اليمنيين في الدويلات اليمنية القديمة، ولكن تعايشهم مع الدويلات المستقلة عن الدولة العباسية وفي اليمن الجمهوري هو ما يعنينا في هذه المقالة. فقد كان اليهود كبقية اليمنيين يخضعون للأنظمة والقوانين والأعراف اليمنية حتى تكاد لا تفرق بينهم، إلا في انصراف اليهودي لتأدية طقوسه التورانية وزناره المتدلي على جانبي وجهه. لم يعلن اليهود في اليمن بحقهم المقدس، ولم يشغلوا اليمنيين بجدهم عزير، ولم يتباهوا بأنهم أبناء الله ولا شعب الله المختار، ولم يكونوا أصحاب قلاقل وفتن وإنما أصحاب حرف ومهن. في المقابل فإن الهاشمية السلالية منذ أن وطأت أرض اليمن جاهروا بأنهم أفضل الناس حسبا ونسبا، ومضوا يضربون الأعناق ويخربون الدور والسدود ليقبل اليمنيون بهم طغاة مستبدين، وسعوا لتمزيق المجتمع اليمني وتغيير مذهبه وفكره قهرا وسطوا على الأموال، سحتا ونهبا باسم الخمس والجبايات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ووضعوا قوانين وأعراف سلالية عنصرية، أقلها لا يقتل هاشمي بعربي ولا يتولى الحكم إلا علوي فاطمي. هذه هي الهاشمية السلالية العنصرية الطائفية على مدى 12 قرنا، جريمة وإرهابا شعارها الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للكاتب عيسى سعيد الشلفوت وهو ناشط شبابي، أشار في منشوره إلى ضرورة دعم الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير وإنهاء انقلاب الميليشيا. حين تنحرف البوصلة من محاربة العدو إلى مطاردة الأوهام، تكون النتيجة بعد 7 سنوات حرب أنه لا زال مرتزق الطهران الحوثيين يستهدفون مدينة مأرب بالصواريخ البالستية، والسعودية ب17 مسيرة في يوم واحد. هل هناك من يخدعهم أم أنهم يخدعون أنفسهم؟ أجزم أن الجيش الوطني قادر على تطهير اليمن في زمن قياسي متى توفرت أبسط الإمكانات مثل عشرات الدبابات والمدرعات والذخائر والصواريخ الحرارية، وقف الدعم عن عصابات الانتقالي ورفع الغطاء عنها، عودة الدولة والحكومة إلى الداخل، مساعدة السلطات في المناطق المحررة وتوفير الضروريات، وفي أقل من شهر سيكون اليمن عربيا. أحمد القرشي كتب منشورا أشار فيه إلى التزام الجيش الوطني بعدم تجنيد الأطفال. كانت قوات الحكومة اليمنية على اللائحة السوداء للأمم المتحدة منذ بداية إدراج اليمن على القائمة في العام 2009 استناداً إلى تقرير منظمة سياج، لكن التدابير والقرارات الإيجابية التي اتخذتها الرئاسة في 2013 وحكومة باسندوا بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة 2014 وتجديدها من قبل حكومة الدكتور معين عبد الملك 2018 وقرارات وتوجيهات عديدة من وزارة الدفاع اليمنية بمنع تجنيد الأطفال، كانت جميعها سبباً لاستبعاد الجيش اليمني من القائمة السوداء. أما الصحفي صالح الصريمي فقد دعا إلى ترك الخلافات البينية.
لدى التيار الجمهوري خلافات بينية، ولدى هذه التيارات خصم مشترك وهو الإمامة. هل يستطيع هذا التيار الذي يسير بأكثر من رأس تأجيل خلافاته ويتوحد ضد الخصم المشترك؟ هذه الخلافات هي خلافات برامج ورؤى يحكمها صندوق الانتخابات، وصندوق الانتخابات لن يعود إلا بعودة الدولة. محمد العمدة كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك أشار فيه إلى معاناة الطفولة في اليمن. جند الحوثي عشرات آلاف الأطفال في الحرب، عدا عن ملايين الأطفال تسبب الانقلاب في تسربهم من مدارسهم لكسب لقمة العيش، ناهيك عن المعاقين بألغام الحوثي والمقتولين بقناصتهم والمتفحمين بصواريخهم. ثم يخرج الحمقى لمواجهة قرار الأمم المتحدة بوضع الميليشيا على القائمة السوداء لمنتهكي الطفولة. تسعى جماعة الحوثي الإرهابية لقتل أطفال اليمن بشتى أنواع الوسائل والأساليب، فمنهم أن تستخدمهم لنشر مشروعها الإيراني، وذلك من خلال طلاسيمها وملازمها لهدف تسهيل حشد أبناء الناس للزج بهم في جبهات القتال من جهة، وقتل الأطفال الآخرين التي لا تستطيع الوصول إليهم بالصواريخ من جهة أخرى. الصحفي عارف أبو حاتم كتب عن السلام الذي كان يبحث عنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. المبعوثان الأممي والأمريكي يتنقلان بين العواصم أسرع من صواريخ الحوثي من أجل السلام، والحوثي يقصف مأرب من أجل السلام، وكل واحد يشتغل على سالف بلاده. أمس الحوثي قصف السعودية ب17 طائرة مسيرة مفخخة، ويبلغ المبعوث أنه مع السلام، والمبعوث يقول هذا متعنت، قدموا أنتم تنازلات وعند الله ما يضيع. سامي حروبي كتب تغريدة عن التغييرات التي أجراها الحوثي في المناهج الدراسية. تغييرات حوثية في المناهج: حذف سيرة الرسول ووضع سيرة يحيى الرسي، حذف تاريخ الدولة الرسولية في تعز ووضع تاريخ الدولة العلوية في طبرستان، حذف وحدة تتحدث عن مظاهر الحضارة اليمنية القديمة. أضافت ميليشيا الحوثي إلى المنهج أن انقلابها جاء لتصحيح ثورتي سبتمبر وأكتوبر، إضافة ثورة الحوثي وثورة القاسم عام 1597، وثورة المنصور وابنه يحيى حميد الدين إلى قائمة الثورات اليمنية، حذف شخصيات الشوكاني والزبيري وعبد المغني، ووضع قصاص الرسي وصالح الصماد والشاعر الحسن الهبل. الصحفي كامل الخوذاني أورد تغريدة أشار فيها إلى إحصائيات دقيقة عن انتهاكات ميليشيا الانقلاب الحوثية لحق الطفولة. 65,000 انتهاك بحق الأطفال تنوعت بين القتل والاختطاف والتجنيد، 24,488,000 انتهاك بحق الطفولة في محافظة صنعاء فقط، 7,120 طفلاً قتلوا بينهم 79 رضيعاً نتيجة القصف العشوائي والقنص وزراعة الألغام، 10,300 طفل قامت ميليشيا الحوثي بتجنيدهم خلال السنوات الماضية. نجيب اليافعي غرد عن تجريف الهوية اليمنية في عملية تغيير المناهج الدراسية. هائل ما يجري من تغيير لهوية اليمن. تغيير المناهج هي واحد من الأسباب التي تستدعي من اليمنيين سحق ميليشيا الحوثية الذين يريدون فرض أفكارهم وهم شراذم على الأغلبية. مدير البرامج في قناة سهيل الفضائية الأستاذ صلاح الدين حمزة غرد عن جرائم الحوثي بحق الطفولة. ميليشيا الحوثي الإرهابية قتلت وشوهت مئات الآلاف من الأطفال، وارتكبت انتهاكات جسيمة بتفخيخ المستقبل بأفكار طائفية منحرفة من خلال ما يتعرضون له من غسيل أدمغة تحولهم إلى قنابل متفجرة، وهذه من أخطر الجرائم الوحشية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن. أما الصحفي زكريا الكمالي فقد كتب تغريدة عن المواد الإغاثية وشماعة الحوثي الانقلابي. شماعة كاذبة لا هدف منها سوى إطالة أمد الحرب. المواد الطبية والغذائيات تتدفق حتى من ميناء الحديدة والصليف، وحركة السفن والتقارير الأممية توضح مدى هذا الكذب. الحصار في الحديدة اقتصر على سفن الوقود، ومع ذلك دخلت مؤخراً 3 سفن من أصل 5 رغم نهب الإيرادات الخاصة بها.
الصحفي صالح البيضاني غرد عن منهجية الحوثي التي قال عنها إنها لا تقبل التعايش مع الآخر. للمحايدين: إذا كنت يسارياً فالحوثيات تسحق مفاهيم العدالة الاجتماعية، وإن كنت ليبرالياً فالحوثيات تحتقر الحرية الفردية، وإن كنت شيوعياً فالحوثية قائمة على تكريس الطبقية، وإن كنت قومياً فالحوثية امتداد للفكر الشعوبي، وإن كنت تحررياً فالحوثية قائمة على مبدأ التفوق العرقي. الناشط الحقوقي رياض الدبعي كتب سلسلة تغريدات أورد فيها بعض ما يتعرض له المختطفون في سجون ميليشيا الحوثية الانقلابية. بحسب روايات المعتقلين والمختفين قسرا في سجون الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم وروايات أقاربهم، أنما نسبته 99% من المعتقلين والمختفين قسرا تم إجبارهم على كتابة تعهدات خطية أو التوقيع على أوراق مخصصة لذلك، تقضي بمنع المعتقل بعد الإفراج عنه عن مزاولة أي نشاط سياسي حقوقي أو إعلامي أو اجتماعي أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع الحوثي المسلح أو يقدح في منهجيتهم وطريقة إدارتهم للدولة، وأنه في حالة ممارسته لأي من الأعمال أو الأشياء المذكورة سابقاً فإن دمه مهدوراً وللحوثيين الحق في قتله أو أسره أو التصرف في أمواله وممتلكاته. لم تقتصر معاناة المعتقلين والمختفين قسراً في سجون الحوثيين على تقييد حريتهم وتلفيق اتهامات مفبركة لهم وحرمانهم من حقهم في الحياة الآمنة وممارسة نشاطاتهم بدون قيود، بل قام الحوثيون بوضعهم بزنازين ومعتقلات تتنافى مع الإنسانية وتجويعهم ومنعهم من دخولهم الحمامات وعدم السماح لهم بالاتصال بأقاربهم وحرمانهم من رؤية الشمس لعدة أشهر. بلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي 484 معتقل، منها 227 مبنى حكومي تم تحويله إلى سجن، و27 مشفى ومؤسسات طبية، و49 جامعة حكومية وخاصة، و99 مدرسة عامة وخاصة، و25 ملعبا ونواد رياضية، و47 مبان قضائية، وبلغ إجمالي السجون السرية إلى 10 مباني. أما حمدان الشهري فقد كتب تغريدة أشار فيها إلى إرهاب ميليشيا الحوثية الانقلابية وتعامل المجتمع الدولي معها. مئات المسيرات المفخخة ومئات الصواريخ البالستية يطلقها الحوثي بشكل يومي في الداخل اليمني وخارجه، بالإضافة لانقلابه على الدولة وإرهابه وسرقته للمساعدات الإنسانية، ثم تصنفه الأمم المتحدة منتهك لحقوق الطفولة وليس كمنظمة إرهابية، وكأن هذا الحوثي كان يدير دار أيتام فقط وأساء معاملتهم. أما أحمد شبح فقد تغرد عن حجم خسائر ميليشيا الحوثية الإيرانية من المعارك الأخيرة في مأرب. من أراد أن يعرف حجم الخسائر التي تتكبدها ميليشيا الحوثي الإيرانية فلينظر إلى حجم ومساحات المقابر التي افتتحها في المناطق المحتلة، وليتابع مواكب التشييع التي تنشرها قنواتها وإعلامها، ولو تم عمل إحصاء سكاني في المناطق الخاضعة للاحتلال الفارسي ستتضح الكارثة. المتبقي من الصحافة جولة مع هذه الرسوم الكاريكاتورية. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.